مشاهدي الكرام، مشاهدي قناه اشواق تي في، مرحبا بكم معنا اليوم جوات قناتنا بينغو. الو ماما، ميرسي بوكو اشواق، شكرا على الاستضافه ديالكم والله يكبر بك. قول لنا اليوم شنو جيتي كدير هنايا وحنا فين؟ بيان سور الاطلالات بثلاثه بتوقيع جواد بينغو. انا جيت سعيد للحضور ديالي مع نرجس الحلاق باش نكون معاه في الاسبوع ديال بنتها فنا. تنقول لها من المنبر الله يوفقها والله يسر لها ان شاء الله، شوف بنتها كيف ما بغات. انت كنتي من اكثر الوحدين اللي دعموا نرجس الحلاق من بعد الخروج ديالها بهذيك لا فيديو سوغ انستغرام، ولكن انت من القلائل اللي جاوا من هذوك اللي خرجوا في لي فيديو. كاينين بزاف خرجوا في لي فيديو وما جاوش اليوم. شوفي دوك اللي خرجوا في لي فيديو لا بلوبار بغاوش كود باز كما تيقولوا، بغاو الباز. انا صديقه ديالي نرجس وبناتنا علاقه الاخوه وجيت فرحان على راسي وعينيا، ما كاينش مشكل. كنا شفناك تقلقتي من بعض الفنانين لانهم ما عزوكش في الموت ديال وي بيان سور، لان بعض الفنانين قصرنا معاهم، سهرنا معاهم، قصنا معاهم وخوتنا وحبابنا، ولكن ماشي في الفرح، لا في القرح، ماشي في القرح. انا مشى لي ولد اختي اللي ما عزانيش بالسلامه لله يعاون، ماشي بلي مثلا امه وما عنده ما يزيدني لا هي باش تسمع عندي ابوني علي ابونيني ولا ابوني باش تسمع راه عندي فلان، ماشي الله يعاون البشر. تماما، الصديق في الضيق قبل الفرح. كنا فرحانين، كلشي كيفرح، احنا اليوم فرحانين كنا كنشطوا، ولكن فاش الانسان فاش يتالم تما كتكون تما كتعرف الانسان الحقيقي انسان، لان المواقف في الحزن في الموت فهمتيني، اما الضحك والنشاط راه كلشي ضحك. فوالا فوالا، شنو تبغي تقول اليوم لنرجس؟ تنقول لها نرجس الله يوفقك ونتمنى ربي يجمع الشمل، لان ديك البنيه كتجمع بواحد الشخص اللي هو الاب ديالها صراحه. طلع فاش تشوف البراءه وتشوف الام الله يلاد الشتاء وتاع الخير. امين. وشنو تبغي تقول اليوم المهدي فلان؟ الله يجمع شملكم صراحه، الله يعني هي صديقه واخت وتا هو فنان وتا هو، نتمنى انه يبضع ديك البنيه، لان البنت تحتاج لبا اكثر من اي اكثر من اي اي واحد اخر. شفنا بعزيه صافي كنتي بينتي نهار الاول وبانت معاك، وحاليا صافي ما بقاتش كتبان معاك. لا بعزيه جات عزاتني، جات عزاتني عادي، تفرقت مع كل شيء، حيت كل شيء من حياتي، وليت نشوف وليداتي ووالديا وراسي. الله يخليهم ليك. شنو تقول للجمهور ديال شكرا الناس اللي كتبغي جواد قنانة كشخص، شكرا الناس اللي كتدعم جواد قنانة، وهادشي اللي كاين اللي ما كيبغينيش شغلكم هذاك. كلشي كيبغيك. الله يحفظك. انت اللي كتزين الناس. شوفي الناس 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 زينين بقلبهم وبطيبات قلبهم، حنا كتبقى روتوش لا غير. ولكن انت راه عندك الاسم ديالك تبارك الله ما شاء الله. الحمد لله درنا الاسم ديالنا اللهم لك الحمد، والناس تعرفنا وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورضاة الوالدين. اخر سؤال، كيفاش كتجيك دينا اقصبي كميك اب ارتست؟ دينا اقصبي؟ دينا اقصبي ماشي ديجا كنت قلتها، راه ماشي ميك اب ارتست، خدمه كي راسها والسلام، وهي انسانه اللي كتماكي مي البنت كانت زينه بيان سور، ولكن كان شي حاجه غاف راه خصك اذا متمكن. حيت كنا شفنا دينا قصبي كانت ماكات ماريا نادين في العرس ديالها، وكان وقع واحد الضجه ما كانش عجبها الحال. ما هذاك الشيء داز. الو ماما. هو داز، ولكن زعما شنو الراي ديالك بصح؟ الراي ديالي في هذاك الراي في محله، ماشي ما تنافقش ما تنجاملش، لان تحت ما تعطيش حاجه تحت ما تعطيش حاجه، كما بزاف الناس تعطيوني الراي في الماكياج ديالي عادي عادي، كل وتي يهضر على راسه كل بلاك ولا دورو. تماما، كنقول لك تبارك الله عليك جواد، صراحه انت فنان قبل ما تكون ميك اب ارتست صراحه، وصوتك رائع باي ذا واي، زعما كنشوفك كتغني في الشعبي، كنغني وعندي اغنيه ان شاء الله اخرى شعبيه كشكل شعبي ان شاء الله، يصدم الناس يشوفوا جواد وبيان سور سكوب اللي غيصدم الناس وغيشوفوا الشخصات المعقول ان شاء الله. تبارك الله عليك، وحنا كنتسناو الجديد ديالك افيك امباسيونس. اكيد مع قنانه بديت كنعلم. الو ماما، الله يحييكم.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.